أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون يتفقان على مواجهة أنشطة حزب الله وإيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. علماء روس يطورون لقاحين جديدين ضد السل الذي يمكن أن يحمي الأطفال والكبار الذين طعموا ضد السل في مرحلة الطفولة. تيلا الأمريكية تكشف عن أول شاحنة كهربائية من المقرر أن تكون أسرع سيارة تم إنتاجها في العالم. وأبل تؤجل طرح مكبر الصوت الذكي الخاص بها هوم بود بالأسواق حتى عام 2018. الهندية مانوتشي تشيلار تتوج ملكة جمال العالم بعد منافسة قوية بين أكثر من 100 متسابقة من حول العالم.